بعد فوزه في مسابقة أكس أبولو للفضاء في ولاية أورلاندو الأمريكية التي شارك فيها 112 متسابقا من جميع أنحاء العالم، عاد المتسابق المصري عمر سمرة إلى القاهرة ليكون أول مصري يصعد إلى الفضاء. نجح سمرة في جميع الاختبارات البدنية والنفسية المتعلقة بالفضاء التي خضع لها مع المتسابقين، والتي تلقى تدريبات عليها في القوات المسلحة المصرية، واختير ليصعد للفضاء مع 22 فائزا آخرين. احنا كان عندنا خلفيه قبل ما ندخل المسابقه ان احنا نتحط تحت تحديات معينه، كان في حاجات قالوا لنا عليها وحاجات لا، كنا عارفين من ضمن الحاجات دي اللي هي تحدي اللاجاذبيه وقوه التسارع بتاع اللي هي اللي بيسموها الجي فورس، وعرفنا بعد كده بعد شويه دراسه ان القوات المسلحه عندها الامكانيات دي، والتمسنا فعلا القوات المسلحه وكان رد فعلهم سريع جدا، وقدرنا في اخر اسبوعين قدرنا ان احنا نعمل تمرين مكثف هنا. وصل سمرة الى نهائيات مسابقه اكس ابولو مع مصريين اخرين احمد حجاجوفيتش واحمد خالد، واستطاع ان يتفوق ويفوز بالرحله. اتمنى طبعا ان عمر يعني يبقى اول واحد ويعقبه ناس كتيره، وان يبقى عندنا مركبه فضاء يوما ما، يمكن ما نعيش اليوم دوت، لكن انا متاكد ان مصر هتعبر حاجات كتير قوي وتوصل للفضاء زيها زي الدول الكبيره. طبعا سعيده جدا وفخوره جدا، وبتمنى لعمر دايما ان هو يحقق انجازات، وبيتهيألي ده يعني من أكبر الإنجازات اللي هو حققها وفخر مصر كلها. تقام الرحلة بعد 3 شهور من الآن، وستصعد المركبة الفضائية لارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح البحر، وتخترق الغلاف الجوي لمدة نصف ساعة ثم تعود إلى الأرض. والطريف أن الشركة المنظمة للرحلة أعلنت عن بدء رحلات سياحية بعد 2 إلى الفضاء الخارجي $95,000 للتذكرة الواحدة. يبدو أن اقتحام عالم الفضاء أصبح رغبة وهواية للكثيرين اليوم، والمصريون لن يكونوا بعيدين عن هذا التطور. سمر بشات، العربية، القاهرة.